ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد زار وزارة الدفاع والحرس الوطني ووجه بمواصلة التطوير والتدريب. إن زيارتي لكم اليوم ممثلا عن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والقائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ووفقه إلى العمل السديد ومنحه العمر المديد تأتي ترسيخا لدعم القيادة السياسية وعلى رأس هرمها سموه حفظه الله ورعاه لرجال القوات المسلحة البواسل الذين أثبتوا بتضحياتهم وإخلاصهم أنهم حصن الوطن الحصين ودرعه القوي المتين. أحب الله تعالى الحرس الوطني برجال مخلصين أثبتوا بتفانيهم معاني الوفاء والولاء وأن للمؤسسات العسكرية والأمنية بصمات واضحة في الحماية والإسناد وأدوار مجتمعية تقوم بها بكل توفيق وسداد من خلال تخطيط استراتيجي متميز وتوجيهات قيادية ينفذها منتسبون شداد